واجبات العمرة. عمرانın واجبleri. الواجب الأول الإحرام من الميقات، لابد أن يحرم من الميقات المعتبر. إنج برنشي عند واجبة أول ميقاتان إحرام واكرو. يعني عندنا الآن هنا في المدينة مثلا يحرم من أبيار علي ذو الحليفة. مدينة ميقاتة ذو الحليفة اسم الميقات. الواجب الثاني من واجبات العمرة وهو الأخير. هم يكنشو واجبة بلوب تراينة خامل إن سنغسة. بالنسبة للرجال الحلق هو أفضل أو التقصير يقصر. يرطل رجلين دي ششنة بلاشكا أو سنة بلوب ترا قروين دي يكين دي قسقرتو. أما المرأة تقصر فقط مقدار أنملة يعني رأس الإصبع. نعم. أما خاطن قزغين دي بر برمق إشغنا болып тұра енді аларға нашон хабик шешлерін жиіп алады шушы бір бармақ үшін айнды қысқарту сүннет болып тұрады.